فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: إذا كان للإنسان أسهم في بعض الشركات وذكروا أنهم يخرجون عنه الزكاة، فهل تبرأ ذمته بذلك؟ إذا كان للإنسان أسهم في بعض الشركات وذكروا أنهم يخرجون عنه الزكاة، فهل تبرأ؟ إذا وثق بهم لا بأس، وإذا لم يثق بهم فيخرج الزكاة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.